أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. الصهيونية العالمية قصدي الإسلام. على كل، أبو الحكم راح يكون معنا قريبا قريبا جدا. أنا في عندي مشكلة بس بالإنترنت كان، ف قدرت أبعث لأبو الحكم اللينك. على كل، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي، ولحتى يجي أبو الحكم راح نشوف مين معنا من الأصدقاء. أبو الحكم يا ريت تدخل بسرعة. آسفين أصدقائي على هالإنكونفينيس سيتويشن. طيب طبعا اخوي ابو الحكم عم بيسأل علي، وانا انتظر اليوتيوب يفتح. عندي مشكلة بصراحة في ال اهلا وسهلا ابو الحكم، اهلا وسهلا فيك. طب خلونا نرحب ابو الحكم واصدقائي. انا اسف عندي مشكله صار في البيت، فعم ضعيف صاير، فلذلك صار معنا هيك. اهلا وسهلا فيكم اصدقائي، بصراحه اشتقت لكم الحضن يا بيه. تفضل ابو الحكم، اهلا وسهلا فيك. أهلا بك صديقي جان، وأرحب بجميع المشاهدات والمشاهدين. اشتاقنا لكم، أنا اشتاقيت لكم، جان همين اشتاق لكم. بارحمة كنا وياكم، فأهلا وسهلا بالجميع، وأنا فرحان كثير إنه قاعدين مع بعضنا. أبو الحكم يا ريت رحب الأصدقاء الموجودين على اليوتيوب. رحبت يا حبيبي، رحبت حكي الأصدقاء باسمي واسمك. النت عندك ضعيف. أنا رحبت، أنا حكيت يا جان، أنا حكيت. رحبت بالأصدقاء. ايه بس انت امتى صوتك ضعيف حكيت جدا. وما شفنا شيء؟ قصدي شوف صوتك اليوتيوب متقطع. وترحب فيهم. انا موجود معك حبيبي. لحظة شوف اليوتيوب. حضر حتى انا داخل بصفحة الجهر. عفوا عفوا، لحظة. ما اعرف. لا بس لحظة، اكون معي، اوقف. وين الغلط؟ ما بعرف. هلا تشوفني؟ خلص ولا يهمك، انا راح ارحب كل الاصدقاء. فتح اليوتيوب على كل، شايفني يا فتح شايفني يا اليوتيوب جان؟ معي وانا راح. ابو الحكم لحظة، لازم ادخل باسمي انا. لحظة أنا داخل باسمي جان، موجود تفضل. أنا، عم شوف حالي جان. جان أنا موجود، أنا شايفك. جان أنا شايفك. الحكم أنت مو شايفك. تفضل ابو الحكم، تفضل بلش بالحلقة، بلش بالمحاضرة، تفضل. هي مو محاضرة، أنا يعني صوتك بعد متقطع مع الأسف، ولكن أتمنى صديقاتي وأصدقائي شايفيني ويسمعوني واضح. إذا ما يسمعوني واضح يقولوا، عاوز أشوف التكست إنه الكلام واضح ولا مو واضح. يعني أنا بصراحة ما بعرف، يعني إذا واضح قل لي جان. صوتي واضح؟
صوتي واضح جان؟ جان صورتك وقفت. في عندنا اشكال. صوتك واضح يا ابو الحكم، تفضل حبيبي يا ابو الحكم. اوكي 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 اوكي, أوكي. طيب طبعا انا طالما استهواني التشابه، دائما كنت افكر فيها التشابه بين اليهوديه والاسلام، او تشبه الاسلام باليهوديه، دائما كنت افكر فيها، ولذلك يعني فكرت انه اعمل حلقه اعرض هذه المساله واعرض التشابهات، اعرض التشابهات بين الديانتين. هذا الشيء صراحة كنت أفكر فيه دائما، فاليوم حضرت حلقة على قد ما قدرت، يعني لأنه المعلومات المعلومات عندي قليلة جدا عن الديانة اليهودية، وحتى بالإنترنت لما حاولت يعني وصلت إلى بصعوبة وبمساعدة بعض الأصدقاء يعني. فطبعا اليوم لأول مرة راح أحاول أعرض لكم كم صورة، طبعا صورة يسمح لنا بها جان، كم صورة أعرض لكم للصلاة اليهودية، بس هذا نخليه أثناء الحلقة لما نوصل للشيء اللي شو اسمه اللي يخص الصلاة. طبعا العادات والحدود، العادات قصدي العادات والعبادات والحدود اللي موجوده باليهوديه، تشوف راح تشوفون بنفسكم مدى التشابه بين الديانتين، وهذا معناه اكيد انه الديانه الاسلاميه ماخذه عباداتها وحدودها وحتى العادات والتقاليد، بعض العادات والتقاليد ماخذتها من اليهودية. راح نشوف احنا مثل ما موجود. نبدي بالصلاة، تشوف انه يقول لك يتوجه اليهود في صلاتهم نحو القدس، بينما يتوجه المسلمون نحو الكعبة. هذا اول تشابه بين الصلاتين. السجود عند اليهود في مناسبات معينة فقط، بينما عند المسلمين هناك 17 سجدة موزعة على 5 صلوات في اليوم. عند اليهود والمسلمين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني ماخذية منهم، يعني صلاة الجماعة أفضل من الفرد نسمعها كثير، صلاتك بالمسجد أفضل بالبيت هذا نسمع. عند اليهود هناك 5 صلوات تبدأ، 5 صلوات انتبهوا، تبدأ بطلوع الفجر وتنتهي بما قبل النوم. عند المسلمين تبدأ الصلوات عند الفجر وتنتهي مع دخول الليل وقت العشاء، يعني 5 صلوات هنا و5 صلوات هنا. وأنا يعني حبيت أعرض لكم الصلوات، راح أسوي شير سكرين. طبعا اليوم تعلمتها، راح اسويها لاول مره، اعرض الصور فقط يعني، فاتمنى يعني تبين، واذا ما بينت تقول لي جان انه ما بينت، لانه ضروري نشوفها لاخواننا. لحظه زين، راح نبدي بأول صورة، أتمنى أنتم تكونون شايفينها، إذا ما شايفينها قول لي جان. هذه أول صورة، ما بينت أعتقد، إيه تطلع هسه. هذه أول، وراح أكبرها أكثر. هذه أول صورة طبعا، شايفة جان؟ اوكي. الصوره الاخرى تشوفون فيها السجود، اول شيء لازم ايده مثل المسلمين، حاط ايده على صدره وعند الدعاء، وكذلك
السلام فقط انه يسلمون بالركوع، سلام اول شيء يسلمون على اليسار وبعدين على اليمين. وهنا صورة اخرى نشوفها، تشوفها انه شلون يسلم. يعني انا ما اقدر اعرف فيديو على مود، هذا جزأت الصورة جزئين، علمني يا صديقي معا وسويتها بهالطريقة هاي. اوكي، احنا راح نرجع نرجع لشاشتنا. اوكي، خلي اشيل الشير سكرين، انا اعذروني اول مره اسوي شير سكرين يعني. اوكي، هسه نقدر نكمل. يعني تشوفون انه الصلاه، طبعا لو مسموح فيديو تشوفوا، كنت اشوفكم الصلاه بالضبط كيف تصير، يعني يعني كلام ودعاء، وكانه اسمع يقول الله اكبر، ما فهم عليه زين، وسجود، وماني اقدر اخلي الرابط، او لو بس تكتب الصلاه في اليهوديه جان تقدر تخلي الرابط، الاخوه المشاهدين يقدروا يشوفوها. طبعا الصلاه خلصت، نحن نجي على شيء اخر عند المسلمين ماخذيه من اليهود، وهي الحج. يعني فيها تشابهات، حتى لو هذا يروح البيت المقدس وللقدس، هذا يروح ايش اسمه للسعوديه، نفس الشيء. اصلا قبل كانوا يتوجهون البيت المقدس، قصدي يتوجهون بالعبادات للقدس، يعني محمد بعدين غيرها سوى المكة، يعني على مود التجارة أكيد، وعلى أساس أنه المسلمين أهم من اليهود، فلازم يخالفوهم بكيفية الحج. يقول لك الحج عند اليهود مفروض 3 مرات في العام، ويتم إلى معبد في القدس، بينما عند المسلمين فإن الحج هو فرض لمرة واحدة في العمر لمن استطاع. خلي من عندي أكمل إليه سبيله. ويتم إلى مكة. الطواف حول المعبد 7 مرات من واجبات الحج عند اليهود، وكذلك الطواف حول الكعبة 7 مرات عند المسلمين. هنا 7 مرات، هنا 7 مرات، يعني ما الشيء ما تلاحظوا، يعني ما يخلي تساؤل عندكم. التضحية من مستحبات الحج عند اليهود والمسلمين، يعني هنا يذبحون الأضاحي وهنا يذبحون. غالبا ما تتم التضحية بالغنم، يعني حتى بهاي مقلدين بالغنم. عندك الزكاة، الزكاة باليهودية يدفعون 10% من دخلهم، بينما المسلم يدفع 2.5% من ثروته كزكاة. نجي إلى عادات المرأة والرجل، يعني كيف طبعا الخلوة موجودة المرأة لازم تطلع بمحرم، لازم ما تقدر المرأة تطلع إلا وياها محرم، مثل ما يقول يعني قيم عليها كزوجة، أبوها، أخوها، ما يعني بالدين. هسه طبعا بإسرائيل ما يطبقون الديانة، يطبقون العلمانية، يعني لذلك هم ناجحين بالحياة. يعني فإذا احنا لجأنا إلى العلمانية أكيد راح ننجح. فال عندهم والمرأة دائما لما يقعدون بمكان، بمسجد، أي مكان، يفرقون بين النساء والرجال، رجال واحد والنساء واحد، نفس الشيء يعني. وطبعا النساء تتنقب همينة، يعني تلبس النقاب مثل النساء المسلمين، ما يشوفون أي شيء من وجههم. يعني يقول لك النساء اليهوديات المتزوجات مطالبات بتغطية رؤوسهن
بينما جميع النساء المسلمات مطالبات بالتخطيط وأسرنا. هنا بس المتزوجات وبالمسلمين الجميع يعني لما تبلغ المرأة. عند اليهود والمسلمين الرجال والنساء مطالبون بالاحتشام في اللباس، وممنوع من الخلوة إلا في حال وجود محرم، وكذلك يمنع بينهم اللمس ويفضل عدم الاختلاط إلا للضرورة. يعني أنتوا يعني بوضوح جاي تشوفون التشابه بين الإسلام واليهودية. أخويا جان، أنت تقدر بأي وقت تقاطعني إذا شفت ضرورة لذلك، أو جاك استفسار سؤال اتصال. يعني أنا بالنسبة لي ما متقيد بشيء، أنت مدير الحلقة، أنت براحتك. أبو الحكم أكمل، لأن عندي الميت ضعيف ما عم بقدر أحكي، ما بصل صوتي. عم تسمعني أبو الحكم؟ سامعك سامعك حبيبي سامعك. طيب إذا أنت أبو الحكم تسمعني؟ سامعك حبيبي سامعك. سامعك سامعك جان. أكتب لك يعني إذا أنت ما سامعني. أنا سامعك. اوكي راح اكمل ما دام عندك مشكله اكمل، ما اعرف اذا تخرج وتدخل يصير ما ادري صراحه، فراح اكمل اني. نجي للنقطه الاخرى للصيام. طبعا الصيام عند اليهود والمسلمين هو الامتناع عن الطعام والشراب والجنس لفتره معينه من اليوم. يعني اللي يصوم لا ياكل ولا يشرب ولا يمارس الجنس. عند اليهود الصيام المفروض هو صيام 25 ساعة ليومين متتاليين، يعني يصوم 25 ساعة وبعدين اليوم اللي بعده نفس هم يصوم 25 ساعة، وما أعرف يعني يأخذ ساعة من اليوم القادم وبعدين يصبر 23 ساعة يمكن ويرجع يصوم اليوم الآخر، بالإضافة لخمسة أيام في العام يتم فيها الصوم من طلوع الشمس حتى غروبها. شوفوا يعني الفرق بس بالأيام، يعني في نوع شو اسمه نوعين من الصيام، انه 25 ساعة 25 ساعة، وصوم اخر خمسة ايام من خروج الشمس لحد غروبها. اما عند المسلمين فان الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان في كل عام، وهو الصيام من طلوع الفجر حتى غروبها لمدة شهر، فقط بالايام اختلفوا لكنهم متفقين على انه الصيام هو من الشروق، يعني شوي يختلف بالإسلام قبل الشروق بشوية، ساعة ونص ساعة وثلث تقريبا، لكن الغروب متفقين عليه 100%. نجي على التقويم. طبعا كلا الديانتين متبعين طبعا التقويم القمري، ومعروف أن التقويم القمري غلط يعني، فهم مصلحيها بطريقة من الطرق اليهود، لكن المسلمين بقوا متأخرين، وتشوف المناسبة معينة يحتفلون بها مرة بالصيف ومرة بالشتاء ومرة بالربيع ومرة بالخريف، يعني كل سنة تزيد تنقص السنة 11 يوم بالتقويم القمري، يعني أقل من الميلادي ب 11 يوم. يقول لك التقويم عند اليهود والمسلمين هو تقويم قمري، حيث يعتمد على حركات القمر، ويتم حساب الأيام من غروب الشمس حتى غروب الشمس اليوم التالي، وليس من منتصف الليل كما في التقويم الغربي. عند اليهود هناك 12 شهر في السنة عدا السنة الكبيسة التي فيها 13 شهر، بينما عند المسلمين فإن السنة هي 12 شهر، السنة العبرية الحالية هي 5775 والسنة الهجرية 1436. نجي على دورة الحياة، يعني الشغلات النسائية، الأطفال، الختان، الشغلات. يقول لك عند اليهود بعد الولادة تدخل المرأة في حالة النفاس لمدة 33 يوما إن كان المولود ذكرا، يعني النفاس يعني بعد الولادة النساء اللي تصير عندهم خروج الدم بعد الولادة يسموها النفاس، وفترة معينة وبعدين يسبحوا ويرجعوا يعني مارس حياتهم طبيعيين
أو جنس أو هكذا سرح نقرأها. إن كان المولود ذكرا و66 يوما إن كانت الأنثى، بينما عند المسلمين تكون مرحلة النفاس أقصى 10 أيام. يعني تشوف مو مهم يعني بالضبط 100%، ولكن عادات وتقاليد وعبادات كلها متشابهة، يعني بالأيام مو مهم الأيام، ولكن ماخذية عن الديانة اليهودية، هذا المهم. يعني عند اليهود يمنع على المرأة خلال النفاس ملامسة التوراة، شوفوا، والمرأة عندنا ممنوع تلمس القرآن، ومجامعة زوجها. عند المسلمين المرأة في النفاس لا تلمس القرآن ولا تجامع زوجها ولا تدخل المسجد، وهذا نفس الشيء يعني مطبق تطبيق شبه حرفي، بس الأيام مختلفة مع اليهودية. عند اليهود والمسلمين تتطهر المرأة من النفاس بالغسل، يعني عندهم المرأة تسبح بعد النفاس وتصير طاهرة على أساس، وذلك بغمر جسدها كاملا بالماء. وعندنا النسوان يغسلون كل جسمهم، من ضمن الشعر انه كل جسمهم لازم يكون ضارب الماء. كذلك فإن إسقاط المولود مسموح به عند اليهود والمسلمين إذا رأى طبيب عدل أن هناك خطر على حياة الأم. طبعا هاي موجودة بالديانتين يعني، ولكن طبيب يعني هاي طبعا الشرع الحالي، يعني مثل ما نقول يسموه اجتهاد، يجتهدون الأئمة، فالاجتهاد صاير نفس الشيء من الطرفين، لأنه قبل ما كان موجود الطبيب. عند اليهود يتم، يمكن الداية تسوي شيء ما أدري شلون كان يقول قبل. عند اليهود يتم ختان الذكر في اليوم الثامن من عمره. الختان طبعا موجود باليهودية والإسلام، وبالمسيحية ما موجودة، مو مفروضة يعني. هو إذا تقولون ليش ترموا الحديد؟ إذا الإله كامل يعني ليش يسوي قضيب الرجل يعني هو يسويه بدون ما نختنه، يعمله جاهز ومختون، يعني اذا هالقد مفيد الختان كان يسويه من الاول هو مختون وما يحط له اللحمه الزايده، يعني حتى تشوفون إلهكم مو كامل. زين، يقول في اليوم الثامن من عمري، وهذا مذكور في التوراة، عند المسلمين يتم ختان الذكر في أي عمر، وهو ليس مذكور في القرآن. المهم الأساسيات أنه هذول يختنون دول يختنون. عند اليهود بس احنا هم يعني أنا زين أتذكر أنا كان عمري 5 سنين أو 6 سنين ختنوني، يعني ما مو في أي عمر مستحيل يخلون الطفل بعد العشرة. أنا ما أتذكر أحد طفل بعد العشرة ختنه، يعني عادة يسووها، وحاليا جاي يلجؤون من الطفولة حتى يقول لك الطفل لا يحس بالوجع، يعني لحم طري الوجع يصير أقل، وحركة ما عنده حركة فبسرعة يتعب. يعني عند اليهود يدخل الذكر في سن التكليف في عمر 13 سنة، يعني الطفل بعمر 13 سنة يصير في سن التكليف يعني بالعبادات والشغلات، والأنثى في سن 12 عاما. أما عند المسلمين فيدخل الذكر سن التكليف عندما يحتلم، يعني تقريبا متشابه، يحتلم يعني 15 16 شيء يعني. وبعضهم بعض ال يعني يعني الأولاد يعني بعضهم تقريبا همنا حسب الشاب، يعني في 14 في 13 احتمال، بس صعب 13 14 15 16 هذا عادي يعني. والمرأة طبعا 12 سنة، طبعا هاي المعروف انه 10 11 12 المرأة يصير عندها الدورة الشهرية، فيدخل الذكر سن التكليف عندما احنا، وتدخل الفتاة سنة سن عندما تبدأ دورتها الشهرية. نجي إلى طقوس الزواج.
طبعا طقوس الزواج عند اليهود يتم الاتفاق على المهر ولا يتم دفعه للمرأة إلا بعد الطلاق. يعني وهي شوية لازمين إيديهم اليهود، يعني يقول لك من أخلص منك يلا أعطيك فلوسك. عند المسلم يتم دفع المهر قبل الزواج. عند اليهود يتم عقد القران بوجود القاضي الشرعي او من ينوب عنه وبوجود شاهدين. ونفس الشيء بالاسلام، يتم الزواج بان تدور هذا مو مهم، تدور حول الرجل والشغلات. طبعا في ادعيه يدعوها. اما عند المسلمين يتم عقد القران بوجود القاضي الشرعي او من ينوب عنه وبوجود شهود. يحق للفتاة توكيل ولي الأمر بتزويجها، يتم إعلان العقد على الملأ وبهذا يتم الزواج، وعادة ما يتبع ذلك حفل الزواج. طبعا تعدد الزوجات مسموح في كلا الدينين، يعني بالديانة اليهودية مسموح أيضا تعدد الأزواج، ومثل ما موجود عندنا المسلمين، يعني عندنا أربعة، عندهم ما أعرف الحدود لكن تعدد موجود، الحد ما أعرف صراحة كم زوجي، ما متأكد يعني. لا يسمح لليهودي بالزواج من غير يهودية، بينما يسمح المسلم بالزواج من غير مسلمة. طبعا بهذا تفوقوا المسلمين، ليش؟ لأنه محمد ما كان يعيف، يعني أي وحدة كان يريدها، لذلك حلل هذا الشيء لأنه حتى يرضي الشبق الجنسي أو امتلاكه للنساء. يعني عند اليهود يسمح بالطلاق من خلال وثيقة يوقعها الرجل مع شاهدين ويرسلها للمرأة. عند المسلمين الطلاق مسموح، ويتم بأن يلفظ الرجل كلمة طلاق ويؤكدها 3 مرات. عند اليهود يمكن أن تتزوج المطلقان مجددا ما لم يتزوج أحدهما من شخص آخر. عند المسلمين لا يمكن ان يتزوج عن بعد الطلاق الثالث، ان يتزوج بعد الطلاق الا بعد ان تتزوج المراه رجلا اخر وتطلق منه، لتستطيع ان تتزوج المطلقه، لا تستطيع ان تتزوج المطلقه من رجل اخر الا بعد انقضاء عدتها. عندنا الان وصلنا الى الموت والدفن. بعدك عندك مشكلة جانب جان، اتصور اني وحدي ما جاي اشوف جان، اني بس انطوني اصدقائي يقولوا لي انه انتم جاي تشوفوني، بس قولوا لي انه جاي تسمعوني. اللايف بعده مستمر عندكم، اتمنى اشوف علامة منكم انه بالتكست تكتبوا لي على انه اللايف بعده مستمر، لانه انا جان ما جاي اشوفه صراحه، ما اعرف. اتمنى اتمنى تقولوا لي انه تشوفوني ولا لا. اوكي، جتني اشاره. اوكي، طيب نكمل ونوصل الآن إلى أتمنى يعني يلتحق بي جان، مو بس أني أحكي يعني. نوصل إلى الموت والدفن في اليهودية. شكرا شكرا نسري. الموت والدفن، نجي على الموت والدفن عند اليهودية والإسلام. عند اليهود يتم تلقين المحتضر، والتلقين هو أن يتم تلقين المحتضر شهادة التوحيد، وهي وتعني يا إسرائيل إن الرب إلهكم واحد. عند المسلمين التلقين هو أن شماع لا الشماع إسرائيل عند اليهود، ويذكروا له يا إسرائيل إن الرب إلهكم واحد. عند المسلمين التلقين هو أن يلقن المحتضر شهادة التوحيد، وهي
الشهادتين اللي تعرفوها. عند اليهود يدفن الجسد بأسرع وقت بعد الموت. طبعا ملاحظين انه عندنا نفس الشيء بالإسلام، بسرعة أول ما يموت الميت، يعني قبل ما ينقضي اليوم بسرعة يدفنون الميت. هذا الشيء ما حدث طبعا مع محمد، بسبب رفض عمر بن الخطاب، وكذلك كانوا ملتهين بمن يخلف محمد، نسوا رسولهم تركوه، علي راح دفنه بعدين. بقى تقريبا حدود يومين حتى انتفخت بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جسمه انتفخت بطنه وأظافيره كلها ازرقت، بدأ التحلل عليه، فعلي بن أبي طالب راح دفنه يعني. نعم حكيت شيء حبيبي؟ أوكي نكمل. كأنه سمعت صوت جان. إيه أوكي موجود. حسيت نفسي لحالي إني اللي إجا بابا، قصدي أنا بابا، هو ابني، لكن هو أبويا بالجسم بالخبرة أوكي جان، ما دامك موجود زين تقدر بأي وقت، إذا عندك النت صار أحسن تقدر أي وقت تقاطعني إذا تريد يعني. أوكي نكمل. عندي النت عم بيعرض، ما عم تسمع صوت ولا إيه مقطع عندك؟ ليش ما دافع الاشتراك يا عيني؟ لا تدفع الاشتراك حتى تصير عندك الصورة حلوة، أنا اللي راح أبعث لك فلوس. أوكي يقول لك وين وصلنا؟ إيه عند اليهود يدفن الجسد بأسرع وقت بعد الموت، يفضل في اليوم التالي، وعند المسلمين يدفن الجسد بأسرع وقت بعد الموت، يفضل في نفس يوم الوفاة. عند اليهود يستمر العزاء 7 أيام، ويستمر ذلك 3 أيام عند المسلمين، يعني مو مهم كم يوم، المهم الواجبات الأساسية موجودة يعني، هنا شكل وهنا شكل، بس تختلف بالأيام يعني. الإسلام واليهودية يؤمنان بأن المؤمن يحيا بعد الموت في الجنة، والسيء في نار جهنم، يعني الجنة والنار، مبدأ الجنة والنار موجودة بالديانتين يعني. نجي على الطعام، الأكل. طبعا بالطعام يقول لك على الطعام مسموح أكله وحسب الشريعة اليهودية حول العالم، بينما كوشر يطلق اسم على الطعام المسموح أكله وحسب الشريعة الإسلامية، لا قصدي يعني هم يسموها كلهم كوشر، يعني احنا عندنا حلال يعني. حسب الشريعة هو حول العالم حلال، يطلق اسم حلال على الشغلات المسموحة بالإسلام، وباليهودية يقولون عليه كوشر. عند اليهود والمسلمين جميع الحيوانات يجب أن تكون مذبوحة بطريقة شرعية، شوف التشابه بالأكل بالطعام يعني بالذبح، وهو أن يتم الذبح من الرقبة بسكين حادة، وأن يتم سيلان دم الحيوان، وأن يتم التسمية عليه قبل الذبح، يعني بالطرفين عندهم التسمية يعني، ولازم يصير سيلان للدم يعني. عند اليهود يحرم لحم الخنزير والأرنب والحصان، عندنا بس الأرنب مو محرم، والحصان والخنزير أيضا حرام، ولحم بقية الثدييات التي غير المشترة أو التي ليس لها حافر، يحرم أكل اللحم مع أي منتج من منتجات الألبان، أعتقد يعني ما اعرف الخلط عندهم حرام بين اللحم واللبن، ما اعرف يعني.
أو نفس الإناء ممكن يقصد، كما يحرم تحضير اللحم واللبن بنفس الإناء، يعني ليش ما أعرف، وفي نفس المكان. عند المسلمين يحرم لحم الخنزير والحيوانات المفترسة والجارحة كالكلاب والقطط والسباع. بس أنا عندي معلومة أنه الحيوانات غير السمك أتصور غير السمك حرام عندهم، بس السمك مسموح، بقية الشغلات القريدس شو يسموه بعد، احنا نقول عليه شريمس، هاي الشغلات الصغيرة. المهم بقية الجمبري مثل ما يقول عدم اعتقد حرام. على الرغم من تشابه الدين الاسلامي واليهودي الى حد كبير، الا ان كل من المسلمين واليهود فهموا دينهم بطريقه مختلفه. ففي الوقت الذي توقف فيه انتاج المسلمين من العلم، انا طبعا اذكر كلام الكاتب من عنده، وانا شايفه كلام منطقي، وتشوفون الفرق الكبير بين العقل اليهودي والعقل المسلم يعني. اوكي، نسرين كتبت لي مشكل انواع السمك، يعني في انواع سمك مسموح وبعضها لا، فانا طبعا وين اعرف هذا الشيء. احنا يعني مثل ما يقول طول حياتنا تكتموا علينا اي شيء تخص اليهودية، يعني لا نعرف عاداتهم ولا تقاليدهم ولا زواجهم ولا اي شيء نعرف عنهم، يعني ما عندنا غير الصهيونية العالمية وحرب فلسطين، حرب العرب مع اليهود، ما عندنا غير هالشيء احنا نسمع. واليهود انكموا من البحر وهم يتشمسون بالبحر، اليهود لا قدرتوا تكبون بالبحر ولا شيء يعني. مرة نتطرق المسائل السياسية يعني بصورة عامة، أنا دائما أقولها سياسة الدولتين هي يعني حل الدولتين هو الحل المنطقي يعني أشوفه، ولو نتمنى حل العلماني إنه يصير مختلط بين اليهود والمسلمين، ولكن لا أعتقد هذا الشيء يطبق، بعيد المنال هذا الشيء. يقول لك على الرغم من تشابه الدين الإسلامي واليهودي إلى حد كبير، لأن كل من المسلمين واليهود فهموا دينهم بطريقة مختلفة. ففي الوقت الذي توقف فيه إنتاج المسلمين من العلم في حوالي القرن الثالث عشر ميلادي، استمر إنتاج اليهود وأغناءهم للحضارة الإنسانية العالمية. فعلى سبيل المثال تجد في العصر الحديث أن 2 من العلماء المسلمين قد حصلوا على جائزة نوبل من أصل 1.5 مليار مسلم، يعني 1.5 مليار مسلم 2 فقط اللي حصلوا على جائزة نوبل، بينما 185 عالم يهودي حصلوا على نوبل من أصل 5 ملايين يهودي. يعني شوفوا الفرق بين الأرض والسماء، يعني إذا في محاباة اليهود ممكن يحابوهم شخص شخصين 10 20، بس مو 185. وشوفوا النفوس اليهودي شقد ونفوس الإسلام شقد، حتى تعرفون الفشل الإسلامي مستمر، لأنه مبدأ الأساسي بالحياة فرض الإسلام بالقوة واتباع الإسلام بكل حذافيره، بينما اليهود عندهم عاداتهم وتقاليدهم، ولكنه الدين لا يستطيع السيطرة على الدولة، يعني الدولة تسوي الأحكام العلمانية، بينما لذلك نجحوا، بينما المسلمين يطبقون الإسلام أو جزء من الإسلام وعاداتهم وتقاليدهم أفكارهم جميعا إسلامية، لذلك لا يستطيعون التطور يعني. يقول حصلوا على جائزة نوبل من أصل 5 ملايين يهودي، فرق كبير في الإنجاز لا يتناسب مع التشابه الكبير في الدينين. إنه أسمع صوت تحسن عندك جان، ما تحسن أشر لي براسك إذا ما تقدر تأتي، ما تحسن عندك الشيء صح؟ ما تحسن الشيء. أعتقد هسه سمعتك شوي، أحكي خلي أسمعك.
إذا تقدر تحكي خلي أسمعك، يمكن أعتقد سمعتك بوضوح. أوكي. طيب الظاهر اليوم راح أقدم الحلقة وحدي، ورطني الجانب. مو مشكلة، يعني وجودك كفاية ومنور الشاشة. المهم أنت معايا، أحس إنه أنت معايا حتى أرتاح، أعرف إنه مو وحدي يعني. لأن مين راح يشرب الحليب قبل النوم غيرك؟ أوكي يا حبيبي. طيب نكمل، نوصل إلى طبعا هاي جزء من العادات والتقاليد الموجودة والعبادات بالديانة اليهودية. طبعا راح نجي للحدود، يعني العقوبات، يعني القصاص. نقول لك كما هو معروف، هاي طبعا هذا الكلام من عندي أنا، لأنه ما لقيته، فأنا أعرف هذا الشيء موجود بالمبدأ باليهودية والإسلام، فأنا كتبت شيء وجبت آيات وأحاديث، يعني آية وحديث. كما هو معروف عند الديانة اليهودية أن مبدأ العين بالعين والسن بالسن، وأخذها الإسلام منهم ويطبقه في الشريعة كما هي مذكورة في القرآن الآية 45 من سورة المائدة. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح كنا نقول ويلسن ويلسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. طبعا عندنا حديث البخاري، وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث، يقول: وقد استدل كثير ممن ذهبوا من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا حكي مقررا ولم ينسخ، كما هو المشهور عند الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني عن نص الشافعي وأكثر أصحاب بهذه الآية، حيث أن الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. يعني الشيء اللي المبدأ العين بالعين والنفس بالنفس وأنف بالأنف وبقية الآية كلها مطبقة باليهودية وكذلك بالإسلام، ماخذية من اليهودية. نأتي إلى الإعدام بالرجم، عندنا شوية مصادر هنا. يقول لك: كان هذا أكثر الوسائل استخداما، وكان يحدث عادة باشتراك ممثلين من كل فئات المجتمع بما فيهم الشهود، تثنية 7 على 17. وكانت الجرائم التي قوتها الرجم هي العرافة والعيافة والسحر. طبعا موجود نفس الشيء عندنا، هالشيء حرام يعني بالدين الإسلامي، وإذا داعش جاي يطبقوه طبعا يقتلون ساحرين ويقتلون عرافين، لأنه حرام بالديانة الإسلامية، ومثل ما فعله في وقت محمد الشيء كان موجود حرام. وذاكر لاويين 27 20 على 27، وخروج 22 18، عبادة الآلهة الكاذبة، يعني ومن يعني يبتغي غير الإسلام لا مو هذا، إنه الشرك بالله حرام. نعم طبعا جاني اتصال من جان، خلي اخذه. تفضل جان حبيبي. اهلا حبيبي، هاي عندك ال شو اسمه، كثير كويس، اتمنى يكونوا سامعيني. يعني اعتقد ما راح يسمعوا، لانه أنا كان عندي مشكلة لما قدمت الحلقة اتصال صار يسمعوني. راح نسرين بلا زحمة، إذا تكتبي لي بالسكايب هل أنتم سامعين جان ولا لا؟
لان انا سامعه بوضوح الجان، ولكن سامعينه لو لا، يعني لازم اكو في شيء محدد بالصوت لازم اعمله اعتقد حتى ممكن يسمعوك الناس، فانا ما اعرف هذا الشيء، حبيت اتكلم معك فيه ولكن نسيت. لا يقولوا كتب لي جانو يقول لي نو، لا ما سامعينك عيني، مع ان من يكتب لي يقول ما سامعينك. فهمت، جتني عدة مختلفة يقولوا ما جاي يسمعوا جان. انا متأسف، يعني المشكلة هي عندي مو عندك، بالنسبة لل سكايب ما اعرف. على كل حال ظلك مستمر شو اسمه بالهانج اوت وباللايف، ونشوف بلكي تحسن بعد شوي عندك. اوكي حبيبي، باي باي. طيب نكون نجي على نكمل بقية الحدود اللي موجودة بالديانة اليهودية والإسلامية المتشابهة. عبادة الآلهة الكاذبة طبعا تثنية 17 2 إلى 7. الزنا طبعا موجود. الفرق الوحيد بين الزنا بين اليهودية والإسلام أنه عندهم باليهودية أنه اللي ما متزوج او متزوج او مو متزوج يرجموه، على شرط يكونوا الطرفين، حسب ما سمعت من اخت نسرين اللي عايشه داخل اسرائيل، تقول انه اذا صار زنا، مثلا مرأة يهودية زنت ب لا خلص نسرين جاوبوني انه ما في، ما عم يسمع. قالت لي الاخت نسرين. نعم هل تراني على الهانج اوت؟ سامعك انا بوضوح. هلا سامعك بوضوح، احكي جان. اظن يعني كمان رجع يضرب، يعني نفس الشيء. هل تسمع؟ لا صوتك مقطع صديقي. ما اعرف اذا اسوي ريستارت، حاولت تسوي ريستارت. اكمل ريستارت، اعمل ريستارت بلكي تصير يعني نسمعك بوضوح يعني. اوكي، فقالت لي الاخت نسرين انه الاخت نسرين قالت لي انه فقط يحاسبون اليهود، مثلا اذا اجنبي مارس الجنس مع يهودية يعني يرجمون اليهودية ويتركون الأجنبي، وكذلك الرجل اليهودي إذا مارس الجنس مع أجنبية يتركون الأجنبية ويرجمون اليهودية، حسب ما افتهمت من عندها. يعني هي عايشة هناك تعرف عادات، حتى لو هي مو يهودية تعرف العادات والتقاليد اللي موجودة هناك. فالزنا على حد الرجم، ومن يتعدى على وصية بالتحريم كما حدث مع عخان بن كرمي يشوع 7:25 رجم استفانوس لاتهامه بالتجديف. يعني عندهم الرجم لشغلات معينة. طبعا احنا عندنا الاعدام بالسيف وهم كذلك عندهم الاعدام، يعني الرجم شفناه احنا موجود عندنا، قصدي في ديانتنا الإسلامية، يعني اللي أنا تبرأت منها طبعا، بالديانة الإسلامية موجودة الرجم وموجودة باليهودية. نجي إلى الإعدام بالسيف،
يبدو أن هذه كانت وسيلة إعدام القاتل، وبخاصة عندما يقوم بالتنفيذ ولي الدم، يعني كما أن السيف هي وسيلة قتل سكان المدينة وعبدوا آلهة أخرى، تثنية 13 على 15، وقد استخدم لأول مرة في قتل من عبدوا العجل الذهبي. فكان السيف يستخدم عندما يكون عدد القتلى كبيرا، يعني لما يكون العدد كبير الرجم ما راح يفيد يوم، لأن شغلة تطول كثير إذا العدد كبير، فيستخدم السيف يريح رأسه مثل ما يقول. ونفس الشيء معروف عندنا بل هي الوسيلة الأولى بالإسلام عند تطبيق حد القتل أو الحرابة أو أي شيء، يعني الإعدام بالحرق، وكان الحرق وسيلة إعدام. الرجل الذي يتخذ امرأة وأمها فكان يحرق وإياهما بالنار، يعني اللي رجل اللي ينام مع مرأة وأمها نفس الوقت فكان يحرقها وإياهما بالنار، لاويين 20 على 14. كما كانت تحرق ابنة الكاهن إذا تدنست بالزنا، يعني ابنة الكاهن إذا زنت يحرقوها. بس احنا ما سمعنا انه محمد حرق، ولكن الإمام علي حرق. حرق الإمام علي جماعة وضعهم في خندق طويل ثم قام بحرقهم جميعا، يعني هذا الشيء سواه الإمام علي، سوى هذا النوع من العقوبة بالقتل، القتل بالحرق. عندك بتر الأعضاء، طبعا بتر الأعضاء موجودة بالعقوبة حتى بالإسلام كقطع اليد والشيء. يقول لك كانت عقوبة المرأة التي تتقدم لكي تخلص رجلها من يد ضاربه، فتمد يدها وتمسك بعورته تقطع يدها، تثنية 25 إلى 12، يعني يقطعون يدها إذا رادت تخلص زوجها ومسكت بعورة رجل آخر. كما كان عقاب من يسب لآخر فقدان عضو أن يجازى بنفس ما أحدثه بالآخر، مثل ما قلنا العين بالعين، يعني بعين وسن بسن، يدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض، يعني رض برض. خروج 21 على 24 و25. ويفترض أن تنفيذ العقوبة كأن يقوم به المصاب أمام القضاء، رغم أن هذا لا يذكر صراحة، يعني يجي قدام القضاء يطبق العقوبة، واحد طير له عينه يجي طير له عينه، ونفس الشيء موجودة بالإسلام يعني. وكانت هذه هي العقوبة في حالة الإصابة عن عمد أو عن إهمال جسيم أو طياشة. ومما هو جدير بنلاحظ أن العقوبة لم تكن تمتد إلى أسرة المتهم كما كان الحال في القوانين البابلية والآشورية. يعني هذا مكثر موضوعي، يعني إنه يجيب أمثلة. إحنا عندنا بالدين الإسلامي موجود قطع يد السارق، ولكن السارق أعتقد في اليهودية حسب الدين يقتل يعني. الجلد، طبعا الجلد موجودة باليهودية وموجودة بالإسلام كذلك، يعني يجلدون الشخص عندما يفعل شيء. كان يشرف على تنفيذ هذه العقوبة القاضي نفسه، وإن كان لم يبين بوضوح أنواع الجرائم التي كانت عقوبتها الجلد. كان المحكوم عليه يطرح أرضا ويسجدوها أمام القاضي الجداد المحكوم بها عليه. يعني جاءت لاحظون في تقريبا في كثير من الأشياء في العبادات والعادات والعقوبات تشوفون الإسلام يقلد اليهودية، يعني كأنه بعضها جايبة نصيا، يعني على أن لا تزيد عن 40 جلدة، تثنية 25 1 إلى 3. ويمكن أن نستخلص من المحكوم به
والله نستخلص من التثنية 22 على 8 أن الجلد علنا كان وسيلة عقاب. طبعا عندنا من يعمل علنا وسيلة عقاب الرجل الذي يتهم زوجته باطلا بأنها لم تكن عذراء عندما تزوجها. طبعا عندنا آية الحلفان أنه يحلف عليها وهي تحلف عليه إن كان من الكاذبين، وآية موجودة بهذا الشيء أنه واحد يحلف والثاني يحلف وبعدين العقوبة تجي على الكاذب يعني. ولكن نعرف أن الجلد كان وسيلة تأديب داخل الأسرة، كما كان السيد أن يجلد عبده بشرط ألا يقتله أو يتسبب في إصابة أحد أعضائه. طبعا انظر خروج 21 20 26 27. طبعا عندنا همنا الإسلام آخر الأديان، ما حرم العبودية، مفروض على أساس أنه هو آخر الأديان بين قوسين، فالمفروض كان يشيل الرق. وأنا أحد الأسباب المهمة جدا اللي خلاني أترك الإسلام هو أنه كيف الإله وأصبحت في وقت لا دين يعني، والآن ملحد صرف يعني. يعني قبل الإسلام المفروض كان يشيل الرق، يعني الرق هو عبودية الإنسان لغير الإنسان، لأخيه الإنسان مثل ما يقول. فكيف أنه الإله يقبل أنه البشر يكونوا نوعين، عبد وحر، حتى العقوبات تصير نصف العقوبة على الحر مما عليه على العبد يعني. فكيف لا يقتل الحر بالعبد، ولا يعني إذا واحد قتل عبد ما يقتله بس يعاقبه عقوبة أخرى يعني، شوفوا ما شنو عقوبته، الحر بالحر والأنثى بالأنثى. الصور الآية، العبد والعبد والحر بالحر، الصور هيجي الآية. المهم يعني الإسلام ما حرم العبودية، مفروض كان الدين يحرم. أنا أشبه هذا الشيء، أسمي مثلا الإسلام حرم الخمر وهي شهوة، الخمر شهوة وتعود، الزنا شهوة وتعود. أنا لا أقصد أنه الدين شيء يقول، لا أنا أحكي عن شوف التناقض بين أنه الإسلام استطاع أنه يحرم شهوة الخمر والزنا، ولكنه صباح الخير جان صوتك مو واضح، بعده مو واضح. قاعد اقطعك كمان، اي اوكي قطعت لي قلبي والله. صرت تحكي بطيئا، ما اعرف اصدقائي صراحة يعني. معوني حيوني. أنا سامعك بطيء صراحة، ما أدري، أعتقد المشاهدين كمان سامعك بطيء يعني. الحلقة فقدت نكهتها سؤال، لأنه كان بيننا أخذ وعطاء قبل، كنت تسألني أجاوبك، يتصل أحد، بس أنا طول الوقت فقط أنا ما يعني. طيب حاول مرة أخرى تخرج بلكي تضبط معك، طيب لعلك ان تستقبل المتصلين. زين استقبل المتصلين، نشوف المتصلين نسمعهم زين لو لا يعني. تقدر تبعث لي الاسئله عن طريق السكايب جان، انا اقترح تبعث الاسئله عن طريق السكايب اذا في اسئله حتى اقدر اجاوب عليها يعني. تكتب لي اياها عن طريق السكايب، تبعث لي اياها وانا اشوف، او جانو او نسرين او براندي، اي صديق من الاصدقاء او معا اي واحد موجود، ارجوكم اذا في اسئله ابعثوها على سكايبي انا حتى اقراها، اشوف يعني اذا في اسئله معينه حتى اقدر اجاوب عليها، لانه اليوم عندنا مشكله تقنيه وما تاملت هذا الشيء، خصوصا هذا الشيء بهذا اليوم يعني. الحلقة أنا كنت مهتم فيها وفيها معلومات كثيرة، وحبيت الأخوة المشاهدين يكونون يتكلمون معي بهذا الموضوع، يسألوني إذا في أسئلة اتصالات
يعني شو نسوي، يعني مثل ما يقول نصف عقوبة هذا. الإله فقط غضب على جان مو علي المسلمين، يعني هو كافر وأنا الملتزم، ما أقول مسلم. على كل حال نكمل الشيء اللي حكينا عنه، انه الشهوه قدر الاسلام يقضي، يعني يسيطر على شهوه الخمر او شهوه الزنا مثل ما يسموهم، يعني بين قوسين احنا نعتبرها شيء عادي، يعني ليس شهوه لا شيء، جسم الانسان هكذا يحب الخمر يحب النساء شيء طبيعي، مثل ما يقول اذا الاله خلق فيه يمنعني ويقرر امتين انا اعملها، يعني شو الجنون هذا. فلذلك كان اول شيء لازم الاله بين قوسين، الاله كان اول شيء لازم يشيل يحرم، او محمد يحرم الاستهانه بالبشر وبيعهم وشرائهم، يعني سوق النخاسه كالطماطم والخيار والهدوم. يعني فهنا راح نجي على الوصايا العشر اللي موجوده بالتوراه، ونفس الشيء موجوده بالقران، يعني ولو مذكوره بشكل اخر لكنها موجوده. يقول لا يكن لك الهه اخر غيري، طبعا بالاسلام يقولون لا اله الا الله، نفس الشيء. ولا تصنع تمثالا منحوتا ولا صوره لما هو موجود في الجنه، وكذلك عند المسلمين رسم. شكرا نسرين، اتمنى يعني اذا وصلتني رساله منك اراها، اذا بقيت الاخوه اللي قلت عليهم يعني. يقول لك طبعا عندنا بالاسلام همينا حرام واحد يصنع تمثال مثل الاصنام او اي شيء او صوره، مثل ما يقول لك البيت لا الملائكه ما تدخل بيت فيها كلب او صوره يعني، وكذلك التماثيل حرام. ولا تقسم باسم الرب باطلا، لان الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا، وكذلك في الاسلام يعني يقول من كان حالفا فليحلف بالله ولا تكذب باسم الاله. يعني عندك يقول لك تذكر يوم السبت اجعله مقدسا، عندنا صلوات جمعه يعني ايش فرق، يعني يوم عيد عندهم السبت والعطله وعد المسلمين والجمعه، هذا سبت هذا الجمعه بيناتهم يوم واحد. يعني اكرم اباك وامك، طبعا نفس الشيء مذكوره بالاسلام هذا الكلام، وطبعا ماخذين من اليهوديه وبقيه الاديان مو بس يهوديه يعني، ولكن تشابه كبير جدا بين الاسلام واليهوديه في كثير من الاشياء. يقول لا تقتل، نفس الشيء بالاسلام يقول لا تقتل، لكن هم بس يقولون لا تقتل لكن يقتلون براحتهم، يعني يكفرون اي واحد يعجب. لا تزني، وموجوده بالقران ايضا لا تزني. لا تسرق، ايضا موجوده بالقران. لا تشهد على قريبك شهاده الزور، يعني شيء مشابه لا يمكن اكو بالقران. شهاده الزور بصوره عامه اصلا على اساس من الكبائر بالاسلام. لا تشتهي زوجة جارك، هذا صراحة ما طبقه محمد، لأن كان يشتهي أي امرأة يعني، أي امرأة يعجبها، ماكو زوجة ابنه بالتبني، وحدة قتل جميع أهله ويأخذها هدية تجي، يعني ما كان يعوف. حتى وحدة جت تتزوج تقول تعال تكون شاهد على زواجنا يا رسول الله، قال عيفك منه انا اخذيني الي، يعني كان ما يعوف مثل ما يقول. نجي على الحد القاتل، يعني شنو الحد اللي مفروض على القاتل اللي يقتل. جاء في سفر الاصحاح، في سفر العدد الاصحاح 35 الفقرات من 15 الى 21 لبني اسرائيل والغريب والمستطيف وسطهم، تكون هذه الست المدن للملجأ لكي يهرب إليها كل من قتل نفسا سهوا أن ضربه بأداة حديد فمات فهو قاتل، إن القاتل يقتل، وإن ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل، إن القاتل يقتل،
أو ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فهو قاتل، إن القاتل يقتل. ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه يقتله، وإن دفعه ببغضة أو ألقى عليه شيئا بتعمد فمات. يعني هذا العقوبات اللي على القاتل، يعني إذا يقتل شخص. وهذا الشيء طبعا نفس الشيء بالإسلام موجود، أي قاتل يقتل. وإذا مثل ما يقول يعني عفى ولي الشخص عند ذاك الوقت يعني يتركوا يعني يعفون عنه مثل ما يقول. طبعا عندنا حد الزنا الآن، وهذا الشيء الأخير اللي راح أتطرق له. وفي الفقرة التالية من سفر اللاويين لأصحاب المذكور، وإذا زنى رجل مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانية، حتى الاضطجاع مع امرأة الأب والكنة واللواط، هذا همين يقتل بالإسلام واليهودية. وفي الفقرة التي بعدها، وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه نفس الشيء بالإسلام يقتل، فقد كشف عورة أبيه، إنما يقتلان كلاهما دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع كنته فإنهما يقتلان كلاهما قد فعل فاحشة دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعل كلاهما رجسا، إنما يقتلان دمهما عليهما، حد الجمع بين الأم والبنت. طبعا الرجل اللي يسموه اللواط المثلية، يعني بالإسلام يرموه من أعالي الجبال، فهسه ما في جبال، في بيوت عالية من أعلى بناية يرموهم من فوق عقابا للمثلي، سواء كان يفعل أو يفعل به يعني. فهذا الشيء أيضا الإسلام ماخذه من اليهودية. إحنا نلاحظ كم العدد الهائل التشابه بين اليهودية قصد الإسلام، التشبه الإسلام باليهودية. وهذا شفتوه واضح وضوح الشمس، التشريع الإسلامي مأخوذ من الديانة اليهودية، جله مأخوذ من الديانة اليهودية، كوبي بيست ماخذيها منهم. لذلك نرى هذه الاختلافات. طبعا أنا الآن عندي فرصة أنه أتفرج على أتفرج على اليوتيوب، وأشوف إذا أحد بعث أسئلة معينة حتى أجاوب عليه. أصدقائي إذا تسمعوني، أنا مراقب التكست، إذا أحد عنده سؤال حتى أقدر أجاوب عليه. يقول علي مادن، يقول أوكي، ولكن إذا عرف أن أي اختلال في ثبات مثل أي أشياء أخرى، مو سؤال. أبا الحكم، ما رأيك في الأخ نوان؟ أبا الحكم، ما رأيك في أهرمازدا؟ أنا لا أعرف هذا الشخص، أو ما أعرف عن أي شيء تتحدث أخويا نوان. إذا في أسئلة حتى أنا أقرأها، طبعا أرحب بجميع الموجودين. نوان حسب ما أشوفهم، نسرين، باسين ياسين، عفوا ياسين، أوبلاي رحب بيكي. طبعا فريمان أخونا الكبير على عيني وراسي، علي عمدة. طيب نوان جاء، خلي أسلم على الباقين. أخويا رياض، كريم، ماهر، علي عمدة، أخويا الصغير جانو، جاست ثينك حبيبي. طيب خلي شوف الرسائل اللي شفتها الآن من نوان. كيف ممكن أن يكون هناك اختلال بهذا الحجم بسبب
هاي اشياء بيناتكم، عفوا. اذا في اسئله الي عن الديانه، تشابه الديانه اليهوديه والاسلاميه، اجاوب عليها لانه انا موجود معكم. اوكي، انا يعني ما جاي اشوف الرسائل لحد الان. اتمنى اذا في رسائل توصلني عن طريق السكايب او عن طريق اليوتيوب. محمد جاي يقول لي سؤال. ابو الحكم تفضل عزيزي محمد. اذا عندك سؤال تفضل، انا منتظر سؤالك اخ محمد جاي. وطبعا اسلم على الجميع اللي موجودين معنا بالتكست وجميع المشاهدين، واعتذر طبعا بالنيابه عن اخويا جان المشكله اللي صارت اليوم بالبث. يعني صراحه ما كنت اتمنى خصوصا هذا اليوم هذا الشيء يحدث يعني. اوكي، في مسألة أنا حبيت، ما دام أنا حبيت أكون هالكلام أقوله وأني لما أكون وحدي. قبل كم يوم كان عندي لايف، وجاني كلام من أحد الأصدقاء أو بعض الأصدقاء، إنه الأخ سال يعني متعدي عليهم في لفظ، وأنا ما كنت صراحة منتبه على هذا الشيء. فقال لي الشخص انظر إلى الدقيقة ساعة وثلاث دقائق، شوف إيش قايل علينا الأخ سال. طبعا انا رحت هاي اول واخر مره احكي عن حاله شخصيه بالبرنامج، لكن انا كنت لازم انوه عنها لانه انا اللي استغليت صراحه بالقصه، وانا ما كنت متمني انه هذا الشيء يحدث من الاغسال، لانه الاغسال انا يعني جايبك حتى نحكي في امور الاخوه في الانسانيه، بينما انت تكلمت عن أشخاص آخرين وبالسوء، المفروض ما كنت تعملها بالحلقة اللي أنا مقدمها، أو على الأقل تقول لي أنا راح أحكي بهيك موضوع. يعني أنا لم أعلم أي شيء السؤال اللي راح كان يحكي. إذا عندك خلاف معهم حلوها، حطها في حلقتك احكي فيها، ما عندي مشكلة. لكن أنا صراحة هذا الشيء ما عجبني، لأنه راجعت الحلقة فعلا أنه أنت قايل بعض الأخوة شايلين زبالة الإسلام على ظهورهم، وهذا الكلام لا يصح صديقي سال. يعني المفروض هيك كلام ما تقوله. ولأنه أنت حكيتها باللايف، لازم اني احكي الكلام اللي ارد عليك باللايف. يعني انت تبقى اخويا واستاذي وعلى عيني وراسي، ولكن ما حبيت انه في حلقتي تحكي هذا الكلام. يعني كنت تجي في حلقتك انت في برنامجك، وانت عندك قناه خاصه بالجسور، كنت تقدر تحكي عن هذا الموضوع يعني وتقول اللي تريده. بس انا اكون السبب واتهمت انه انا متفق معك على هذا الشيء، وانت تعرف جيدا انه انا لم اتفق معك ولا اي شيء. يعني هذا الكلام طبعا غير مقبول صراحه. يعني لما تقول شايلين زباله الاسلام على ظهورهم، يعني ان انت كانك حملت زبال على ظهور الاشخاص. تقدر تقول هموم الاسلام، تقدر تقول عادات الاسلام، تقدر تقول تنطق عليها شيء آخر، ولكن تهينهم بهذه الطريقة ما حبيتها منك صراحة. لأنه أنا كنت مركز على لأنه أنا كنت مركز على الحلقة، ف
فما انتبهت على الكلام اللي انت قلته، وهذا الشيء اللي قلته يعني ما اعرف يعني ليش كنت على الاقل تحكي معي، تقول لي مثلا راح اتكلم بهكذا موضوع، يعني انت ما استشاريتني يعني، واني همين ما راح استشيرك، بس تبقى انت يعني صديق واخ، ولكن كان لازم هذا الموضوع اذكره لانه انت ذكرته باللايف، اني همين لازم اذكره باللايف، احنا كلنا اخوه وما احب هذا الشيء يحدث بيناتنا مستقبلا، انه نذكر اشياء شخصيه في حلقات، واذا نحكيها في حلقاتنا الخاصه. طبعا هاي النقطه حبيت انوع عنها، واتمنى هالشيء بحلقاتي ما تتكرر، يعني انه احد يذكر احد اخر بسوء يعني في حلقتي، هو عاوز يعمله عنده براحته، يعني هذا الشيء براحته هو يعني. ما اعرف جان سمعتني ولا لا؟ طبعا انا يعني انتهيت من الحلقه، واذا عندك كلام نشوف صوتك صار احسن ولا لا جان، حتى اذا عندك بعد نفس المشكله حتى انهي الحلقه. اوكي، يعني اشوفك الصوره ولا اشاء يعني اسمع كلامك نهائيا. طبعا اعزائي المشاهدين، بالنيابه عن صديقي جان راح انهي حلقه اليوم، واشكركم لمشاهدتكم الحلقه، واشكر جميع اللي شاركوا بالتكست، واشكر جميع اللي اهتموا واعطوا اهميه للحلقه اليوم، واتمنى اشاهدكم في حلقات اخرى سواء كانت من تقديمي او تقديم الاخ جان، وانا اكون سعيد جدا لما اكون مع اخوتي في الانسانيه يشاهدوني وشاهدهم. اتمنى لكم ليله سعيده وتصبحون على خير.